مساء الخير حبيبي، مساء النور والإحساس والطيبة. معكم كتب الكفاتي، طبعا معروف لا يعرف يعني حقيقة يعني. طبعا اليوم زرت أحد قرائبي في المنزل، والله يوفقهم ويسعدهم ويجمعهم مع بعض. طبعا هذول من أعز يعني أقاربنا ومن أعز جماعتنا ومن أعز ومن أعز، يعني ما نبغى نطول المسألة يعني. أول شيء نقول جاوبوني وفرحوني بفرحة جميلة. أول شيء قدموا لي هالكيكة الجميلة، شفتوا يعني هي بسيطة وجميلة. هيا الله كفتة، شايكم جميل هذا الشيء صح؟ أفرحني. كيف حالك؟ الحمد لله. وش اسمك؟ سامي. حبيبي سامي، اليوم أنت فرحتني وسعدتني ولزمت على كفتة إنه يجي صح؟ صح حبيبي، شكرا. الثاني سليمان. سليمان أفرحتني وسعدتني جيت كفتة صح؟ سليمان الزويد. سليمان الزويد صح؟ ايه. يا كيف حالك؟ طيب. شلونك؟ اليوم أفرحتني وسعدتني. عبدالله. عبدالله. ايه. عبدالله. عبدالله محمد بندر شعيب. ونعم. ونعم طبعا يا أخوان هذول شوفوا كيف يعني أفرحوني، بس قالوا لي لو جيت بس كيكة كيكة صح ولا لا؟ صح أكيد. اسمك؟ لا تروح بأفكارك بعيد. ما اسمك؟ جواد صالح سيف. ونعم مجزود. الله يسلمكم. طبعا هذول زي ما قلت لكم أفرحوني والله بقطعة كيكة، ودي أنا أفرح بهم وأشوف أني أنا أسعدهم بعد. لكن ما توقعت أن هذول اللي أطفالنا الطيبين الحلوين اللي قالوا تعال يا كفتة أرجو. الله يسلمك يا حبيبي. أقول لكم لا تنسون سير ياوة كفتة بالكفاتي. قل ياوة. ياوة 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 ياوة. اليوم 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 شفناهم وعرفناهم وقلنا لهم معكم كفتة، وأشكرهم على الطيبة والأخلاق الجميلة من حبايبنا الأطفال الجميلين الرشقين. طبعا انا اقول لكم شكرا 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 شكرا. طبعا هذه من عقلي راح نقطع فيها الكيكه. حط يدك يا ولد هنا، حط يدك، حط هنا يدك، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. حط يدك هنا، حط يدك، حط يدك هنا. يلا يلا واحد اثنين. بسم الله شكرا. يا سلام الحين ناخذ نقطع كل واحد يا سلام. شكرا.